صدمة كبيرة بتعيشها الفنانة طارة عماد بعد ما فوجعت برحيل والدتها اللي متعلقة بيها جدا، واللي كانت دايما بتتكلم عنها في لقاءاتها الفنية والإعلامية، خصوصا ان طارة اتربت في بيت جدتها لوالدتها اللي يغسلفية الجنسية في عدم وجود باباها اللي ولا مرة اتكلمت عنه. ايه هي بقى قصة والدة طارة وايه جنسيتها وايه علاقتها باخو الفنان الراحل سمير غانم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أعلنت الفنانة طارة عماد وفاة والدتها وكشفت عن ميعاد صلاة الجنازة وكتبت على صفحتها على الإنستجرام، قالت إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة على أن تكون صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقيها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وطارة عماد بتربطها بوالدتها علاقة قوية جدا اتكلمت عنها كتير خلال ظهورها في البرامج، وقالت ان مامتها مش مصرية لكنها يوغسلافية من دولة مونتينيجرو وهي دولة من البلقان الأوروبية. طارة قالت كمان انها ما اتولدتش في مصر وعاشت فترة طويلة من طفولتها في بيت جدتها لوالدتها، وده اللي خلاها قريبة جدا من مامتها، وكمان ده بسبب انها اتعلمت لغة مونتينيجرو لانها كانت عايشة هناك. طارة قالت ان هي مش مصرية 100% وده لان نصها مصري ونص التاني من دولة مونتينيجرو اللي بتتعرف في مصر باسم دولة الجبل الأسود. وفي غموض كبير حوالين جنسية والدة طارة، مواقع كتير كتبت ان طارة هي بنت حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، يعني طارة عماد هي بنت عم دنيا وإيمي سمير غانم. بترجع القصة دي بقى الى ان حسام غانم اللي بحكم عمله واختصاصاته كمحامي دولي معاه الجنسية الأمريكية، في وقت من الأوقات كان مضطر يسافر أمريكا بسبب شغله، وقابل هناك والدة طارة واتجوزوا، لكنهم انفصلوا قبل ما يعرف حقيقة حملها، وبعد الانفصال سافرت طليقته لبلدها مونتينيجرو وهناك خلفت طارة، لكن تعمدت تخبي طليقها حسام حقيقة الطفلة وغيرت اسمها وسجلته باسم طارة عماد، وده قبل ما تيجي مصر. بعد كده بعد ولادة طارة بكام سنة جت مع والدتها مصر، ووقتها عرف المحامي حسام غانم بحقيقة بنته وتعرف عليها، وده اللي تسبب له في صدمة كبيرة. وقتها دخل بسببها المستشفى لما عرف ان عنده بنت وما يعرفش عنها حاجة طول السنين دي بسبب ان والدتها صممت تخبي عنه. وبناء على رغبة طارة ومامتها، حسام غانم ما اعلنش حقيقة علاقته بطارة رسميا، ورغم عدم الاعلان كانت طارة دايما بتزور والدها لما بتكون موجودة في مصر، وحتى بعد ما بقت ممثلة مشهورة. لكن في وقت خطوبتها رفضت ان هي تستشيره او تاخد رأيه، واكتفت بان هي تعرفه ميعاد الخطوبة. ورغم ان الكلام عن ان حسام غانم هو الوالد الحقيقي لطارة عماد، لكن طارة تعمدت ان هي ما تتكلمش ابدا في الموضوع ده، لا بالثبات ولا بالنفي، ولا حتى بتجتمع مع بنات عمها دنيا وإيمي في اي مناسبة، وده اللي خلى الموضوع لحد دلوقتي مجرد تحليلات وتكهنات، مفيش اي حاجة بتنفيها او بتؤكدها. طارة عماد مولودة يوم 11 مايو سنة 1993، وهي ممثلة وعارضة ازياء. بدأت حياتها الفنية في سن مبكر لما ظهرت في مجموعة اعلانات وهي عمرها 4 سنين، بعد كده اشتغلت عارضة ازياء وهي عمرها 14 سنة، وهي بقى عندها 17 سنة شاركت في مسابقة ملكة جمال المراهقات اللي اتعملت في البرازيل، ورجعت لمصر بلقب ملكة جمال افريقيا والوصيفة الاولى لملكة جمال المراهقات. شاركت طارة في مجموعة من الاعمال الفنية منها الفيلم الرابع تراب الماس، الفيل الازرق 2، مسلسل الجامعة، وكمان مسلسل ضد الكسر وغيرهم من الاعمال الفنية.